كيف، ألف مليون مبروك. ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة. ولا أحلى من بداية ولا أحلى من نهاية الحقيقة النهاردة. مباراة كنا نتمناها بالفوز والاحتفاظ بالميدالية، إنما إقناع وضغط وتكتيك وكل شيء وروح أثبت معدن لعيبة النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي في مباراة اليوم. إلى أن حصلت حالات الخروج عن النص والطرد، دي ادتك اكتر افضليه في التحكم في كل شيء في المباراه. فالف مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا بتهد جبال. يعني الحقيقه وجودها في الاستاد وتشجيعها للعيب وفرحتها اليوم وفرحتنا معاهم ما تقدرش باي حاجه ولا تقدر باي شيء. كابتن، انجاز تاريخي، وبعض الحاقدين شككوا في قدرات النادي الاهلي قبل المباراه امام الهلال السعودي النهارده. اكبر رد للمشككين من قبل المباراه يعني، او قبل الدوره، او قبل الشكل بتاع كاس عالم الانديه، واحنا رايحين في ظروف صعبه جدا. في ظل الظروف الصعبه دي ازاي انت تتحكم وازاي تتولى زمام الامور الا اذا كان باداره جيده جدا، الا اذا كانت مؤسستك متعوده على كده، اذا كنت انت شخصيه بطل دايما دايما وابدا، وربنا بيقف جنبك معاك لانك الحقيقه بتنشن اشوده الصح. الحقيقه مفيش خروج عن النص، مفيش اي حاجه. بتعلم ولادك بيتعلموا ان تيشيرت النادي الاهلي صعب يحقق اي نتيجه الا بالروح، والروح دي اساس كل شيء في كره القدم وفي كل شيء الحقيقه. صحيح. فانا ببارك لهم وبشكرهم على الشكل، اذا كان اللعيبه اللي جت من المنتخب وعمل حصل تدعيم النهارده بيهم، او اللعيبه اللي كانت موجوده وتحملت المسؤوليه. الحقيقه اتحملتوا المسؤوليه وجبتوا لنا حاجه جميله، وكنت اطمع انا ان انا كنت النهارده اكون انا اللي بلعب الفاينل، بس الحمد لله على كل شيء. صحيح. الحمد لله رب العالمين.